الله. الراجل الممثل اللي ربنا اداله مليون جنيه انور وجدي وجيه نام مريض بقرحه في المعده، يقول يمين ياخد النص مليون جنيه بتوعي ويوكلني سندوتش طعميه؟ طب ما انت يا حبيبي كنت فايت على الناس وقلت يا سلام لو الواحد يملك العماره دي وصحته تروح. الله ليه؟ ولذلك يا اخوانا الانسان ما يقولش ربنا اديني فلوس، ما تقول ما تقترحش على ربنا، ما تقولوش اديني فلوس. كمان لما تحب تتجوز ما تقولوش يا رب انا عايز واحده جميله بنسبه 99.9%. الله.